السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، معانا النهاردة إن شاء الله هنبدأ درس جديد في فرع الجغرافيا إن شاء الله بإذن الله. اسم الدرس معانا الحدود الجغرافية والسياسية لمصر. طيب، عشان تفهم الدرس لازم تفهم العنوان، يعني إيه حدود ويعني إيه حدود سياسية وحدود إدارية. أولا كلمة حدود يعني حاجة تفصلنا عن حد تاني. طيب، لما أجي أتكلم على حدود سياسية، حدود سياسية لبلدك اللي هي مصر. طيب، حدود السياسية يعني إيه؟ بص يا سيدي، الحدود السياسية هي خطوط بتحدد الدولة بتاعتنا وبتفصلنا عن جيراننا وبتحفظ حقوقها داخل الدولة. بمعنى الحدود دي ما ينفعش أي حد من جيراننا يدخل عندنا في مصر ويقول لي الجزء ده بتاعي. ليه؟ لأني أنا عندي حدود فاصلة ما بيني وما بينك. حلو الكلام؟ طيب، مين جيراننا؟ ويا ترى من جهة واحدة ولا من كل الجهات؟ لا، أقول لك لدام حدود بتحددني كدولة يبقى من جميع الجهات. طب أنتوا فاكرين الجهات؟ شمال، جنوب، شرق، غرب. طب تعالى بينا كده ندخل مع بعض على البورد ونشوف. إحنا هنقول هنا مصر، تمام؟ فين الشمال؟ فوق. طب مين اللي بيفصلني عن جيراني من ناحية الشمال؟ هقول لك البحر المتوسط. طب مين اللي بيفصلني عن جيراني في الجنوب؟ جمهورية السودان. طب مين اللي بيفصلني عن جيراني من ناحية الشرق؟ أقول لك البحر الأحمر. أما من ناحية الغرب فهتكلم معاك مع دولة ليبيا. لو ملاحظ حاجة هتلاحظ حاجة غريبة جدا. ميس، أنا ملاحظ إن ده البحر المتوسط، دي حاجة بتاعت ربنا مش أنا اللي خلقتها على فكرة. أما جمهورية السودان دي دولة، دي حاجة إحنا اللي قومناها إحنا كبشر. معنى كده إن حدودك السياسية عندك نوعين. أول نوع حدود سياسية بس طبيعية. يعني إيه طبيعية يا ميس؟ ربنا اللي خلقها. هل أنت أوجدت البحر المتوسط؟ إطلاقا. هل أنت عملت البحر الأحمر؟ لا. أما الحدود الجنوبية والغربية دي دولتين، دولتين يعني حاجة بشرية، حاجة إحنا اللي عملناها. طيب تعالى كده بينا معايا كده في الخريطة وضحي لي أكتر يا ميس. عندك أهو إدي خريطة مصر. لو جينا اتكلمنا الحد بتاعي من ناحية الشمال، يعني اللي بيفصلني عن جيراني من ناحية الشمال، عندي البحر المتوسط. اوعى تنسى ان البحر المتوسط هي حدود طبيعية سياسية طبيعية. طب لو قلت لك من ناحية الجنوب، شايف الخط الرفيع ده؟ ده احنا اللي عملناه، احنا كبشر عملناه. يبقى حدود سياسية بس بشرية. لما تيجي من ناحية الشرق هقول لك عندي البحر الأحمر أهو، ودي برضه حدود سياسية. ليه سياسية يا ميس؟ أفكرك، عشان سياسية بتفصلني عن دولة تانية خالص ملهاش علاقة بمصر، دولة غير الدولة. حدود طبيعية ولا بشرية؟ طبيعية. أما حدودنا من ناحية الغرب فهي حدود سياسية إنما بشرية، بتفصلني عن دولة اسمها دولة ليبيا. طيب بعد كل الكلام ده خلاص أنا عرفت الحدود السياسية وعرفت أنواعها بشرية وطبيعية وعرفت إن هي من الأربع جهات هي إيه. طيب هل كلنا أسأل سؤال كده وياريت نجاوب مع بعض كده وإنتوا قاعدين ورا الكاميرا. هقول معاكم، لو أنا قلت لك كلنا عايشين في محافظة القاهرة؟ لا. طب كلنا عايشين في محافظة الجيزة؟ لا. أكيد كلنا في مننا اللي عايش في محافظة وفي محافظة تانية. طب تمام، المحافظات دي كلها كده مع بعض؟ لا طبعا يا ميس، في حدود فاصلة ما بين محافظتي ومحافظة أهلي أو جيراني أو أنت نفسك بتسافر البلد عند قرايبنا. طيب إيه اللي بيفصل محافظتي عن محافظة تانية؟ هل هي الحدود السياسية؟ أقول لك لا طبعا، لازم نفرق في النوع. إنما حدود إيه؟ اسمها حدود إدارية. أوعى تنسى الكلمة، حدود إدارية. ليه إدارية؟ عشان بتفصل جوه الدولة بتاعتك بس بتفصل محافظة عن محافظة تانية. بالظبط زي الشقة بتاعتك، الشقة بتاعتك باب الشقة بتاعك هو بيفصلك في شقتك عن جيرانك، يبقى دي حدود سياسية. أما لو أنت في أوضة وأخوك في أوضة في نفس الشقة، يبقى اللي بينكوا باب الأوضة ده حدود إدارية. قدرت تستوعب؟ إن شاء الله. طيب نيجي بقى مع بعض، مصر فيها كام محافظة؟ يا ترى مصر فيها كام محافظة؟ عندي 27 محافظة. كام محافظة؟ 27 محافظة. طب مين العاصمة؟ يعني إيه العاصمة أصلا؟ أقول لك عشان تفهم كلمة عاصمة يعني المدينة المهمة، مركز الحكم اللي موجود فيها كل حاجة، الحكومة، الرئيس الدولة، القصر اللي موجود فيه الرئيس بتاع الدولة. طب مين محافظتنا في جمهورية مصر العربية؟ أقول لك مدينة القاهرة. فين دي؟ أهي، تعالى كده معايا وقرب. أهي كلنا شفناها، دي محافظة القاهرة، هي عاصمة جمهورية مصر العربية. طب أسأل سؤال قبل ما نخلص كده ونكمل الشرح بتاعنا، أقول لك يا ترى يا هل ترى حد يجي من السودان ويجي يقول لي إن محافظة الوادي الجديد دي بتاعتي؟ أقول له لا طبعا. ليه يا ميس؟ الحدود بتاعتي واضحة. إيه؟
واضحه ومميزه. طيب حد يجي من دوله ليبيا يخش يقول لي نهر النيل ده بتاعي؟ لا. ليه؟ عشان حدودي واضحه ومميزه. طب اختصار الكلام، انا ما عنديش مشاكل مع جيراني، ليه؟ هكرر نفس السبب تاني، ليه؟ يبقى انت كده بتتكلم على سؤال نوعه بما تفسر، واعتقد ان احنا اتدربنا على الكلام ده كتير جدا، لما اسالك عن السبب يبقى بكلمك عن سؤال بما تفسر، ليه ما فيش مشاكل ما بيني وما بين جيراني؟ هقول لك عشان حدودي ببساطه جدا، حدودي واضحه ومميزه، ما حدش يقدر يجي من جيراننا يخبط علينا او يدخل علينا فجاه ويقول لنا الريسبشن ده بتاعنا، الانتري ده بتاعنا، ليه؟ حدودي واضحه، باب الشقه بتاعي واضح، وكذلك عندي في دولتي مصر حدودي واضحه من جميع الاتجاهات، سواء من الشمال او الجنوب او الشرق او الغرب، سواء كانت طبيعيه زي عندي في الشمال وفي الشرق او كانت بشريه في الجنوب وفي الغرب. طيب كده شرحنا كل الدرس، ناقص بس حاجه صغيره جدا اقدر معاك اقول لك اطلع الاسئله اللي ممكن تيجي في الامتحان. طيب افهم قبل ما تحفظ، لما تيجي تتكلم ايه انواع الاسئله اللي ممكن تيجي لي في الامتحان يا ميس؟ هقول لك سؤال زي سؤال اكمل هنجاوبه مع بعض. الحدود الشماليه لمصر حدود، حدود ايه؟ نوعها ايه؟ طب ارجع كده للخريطه وبص، حدود ايه؟ اكيد كلنا عرفنا، طبيعيه ولا بشريه؟ خلاص احنا كده عرفنا الاجابه، اكيد حدود طبيعيه، صح؟ اللي هي مين؟ اللي هي البحر المتوسط. طيب تعتبر مدينه نقط عاصمه جمهوريه مصر العربيه، قلنا يعني ايه عاصمه جمهوريه مصر العربيه وشرحناها، هي مدينه القاهره. طب عدد محافظات مصر كام؟ 27 محافظه. طيب لما تيجي تتكلم على سؤال اكمل اخو المصاحب ليه جدا، سؤال اختر، معاك سؤال اختر، معاك سؤال صح وغلط، كل الأسئلة دي مشابهة جدا جدا لنفس السؤال بتاع سؤال أكمل. طب ننزل كده في نوع جديد تاني، بما تفسر، ليه؟ بسألك عن السبب، عدم وجود مشكلات سياسية بين مصر وجيرانها، اتفقنا، عشان حدودي مالها، ثلاث كلمات، حدود مصر مالها واضحة ومميزة. مين أخو سؤال بما تفسر اللي بيقلب لي الإجابة الناحية التانية؟ ما النتائج؟ لو قلبت لك السؤال دلوقتي وقلت لك ما النتائج المترتبة على وضوح حدود مصر السياسية؟ أقول لي إيه؟ عدم وجود مشكلات ما بينهم وما بين جيرانها. طب انزل لي في ما المقصود؟ ما المقصود بين قوسين كده كمان أخو المصطلح، المصطلح الجغرافي، ممكن يقول لك ما المقصود بالحدود السياسية؟ فتعرفه وترجع تاني تقول لي هي إيه؟ هي حدود بتحدد الدولة أو خطوط بتحدد الدولة وتفصلها عن جيرانها وبتحفظ حقوقي داخل الدولة. ممكن يجيب لك التعريف ويقلب لك السؤال ويقول لك المصطلح الجغرافي ويجيب لك التعريف ده كله، وساعتها المطلوب منك انك تكتب له الحدود السياسية. ممكن جدا يقول لك ايه هي الحدود اللي بتفصل ما بين محافظات الدولة، في الحالة دي هتيجي تقول له هي الحدود الإدارية. يبقى الأسئلة كلها في الدراسات عندنا مشابهة لبعض جدا، أخ وعكسه، أخ وعكسه. لو فهمت السؤال هتقدر تجاوب بكل بساطة. واوعى تنسى قبل ما تخلص لازم جدا جدا تفهم الشكل ده ويكون في دماغك، حاول انك انت تفهمه ما تحفظوش. طيب اخر نقطة كده قبل ما امشي، لان بيجي سؤال في الامتحان ويقول لك طب الحدود الشمالية الشرقية يعني ايه؟ يعني الحدود اللي من ناحية فوق عند مصر كده الشمالية الشرقية دي حدود ايه؟ لو قال لك انت لو سمعت فكرة شمالية او شرقية هتقول دي حدود طبيعية، هقول لك لا، الوحيدة التركية الوحيدة اللي في عندي في الحتة دي اقول لك لا، دي حدود ايه؟ حدود بشرية. اشمعنى دي؟ لان هي بتفصلني عن دولة فلسطين المحتلة، ودي حدود بشرية مش حدود طبيعية. وبكده نكون نهينا مع بعض الدرس ولمينا كل اسئلته، وان شاء الله يكون بسيط ومبسط. شكرا لكم.